خبر مهم، شهدت منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي إطلاق شركة معالم للتنمية والتعمير لمشروع ملجا فيدا، واللي تم تصميمه بطراز أسباني على مساحة 105 فدان، وبيتميز بموقع فريد. نظم حفل إطلاق المشروع شركة استرايك ميديا، واللي أبهرت الحضور بتصميم أجواء ساحرة وجذابة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. كاميرا بيزنس كانت موجودة في الساحل الشمالي علشان تشارك حفل إطلاق المشروع العقاري الجديد. علشان نعرف تفاصيل أكتر خلونا نروح نشوف مع بعض التقرير اللي جاي، ونرجع نستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا. حاليا احنا في اطار الانتشار في جميع المحافظات المصريه. عندنا مشروعات في التجمع الخامس، عندنا مشروعات في زايد جديده، عندنا المشروع بتاع النهارده في الساحل الشمالي، عندنا شغل في العاصمه الاداريه تجاري اداري، وعندنا تجاري اداري برضو في التجمع الخامس. ان شاء الله تسمعوا قريب عن مشروعات انتهينا من التصميم بتاعها وجاري التراخيص فيها، مشروع في اسماعيليه ومشروع في الفيوم، وشركة في توسع، مستهدفين إن شاء الله السنة الجاية ننزل في حاجة في راس سدر وحاجة في العين السخنة إن شاء الله. مشروع ملجا فيدا هو بيخاطب شريحة ممكن ما تقدرش تشتري في الجزء اللي هو على البحر. متوسط سعر البحر دلوقتي بقى 130 ألف جنيه للمتر المربع، إحنا عم نازلين بسعر متر 50 ألف جنيه متوسط للمتر المربع. الوحدة عندنا بتبدأ من 3 مليون، وأكبر وحدة وأميز وحدة بتبقى ب 9 مليون. اغلب الوحدات في رينج 4 او 4.5 مليون. السعر ده حاليا مش موجود في الساحل، واحنا بالفعل عاملين امكانيات تفوق مشاريع كتير على الساحل. عندنا لاجونز بس ما في اللاجون في المشروع بتاعنا تعادل 20 فدان. مشروع ملجا فيدا هو اسبانيش وزود، موجود في قلب الساحل الشمالي في سيدي عبد الرحمن، موجود ما بين هاسيندا ومواسي قبل الطريق. اللي بيميز المشروع ده بالظبط ان هو موجود في اميز حته في الساحل الشمالي، الحته اللي دلوقتي الميتا بويس فيها وصل اباف ال 100,000 المتر، التيك بويس لاي فيلا النهارده في المكان ده بتوصل اباف ال 20 بليون مليون اسف. ده كله عشان ندوه الاراضي هناك، فاحنا طلعنا ببزنس موديل مختلف، ان احنا خدنا اوض مش على البحر، ودي ميزه اخدناها الناحيه الثانيه من الطريق. خلينا للعميل بتاعنا كل الفيتشرز وكل الخدمات وكل المزايا اللي تخليه قاعد في المكان مبسوط، ممكن ما يكونش محتاج يروح البحر. من 6 شهور فاتوا ابتدينا نحط كل التفاصيل اللي هي احنا هنحتاجها للماركتنج، من اول البيل بوردز اللي هي في الشوارع، البروشورات اللي احنا هنعملها، الفاكت شيتس، الفلايرز، الديجيتال. يعني احنا حتى ابتدينا نغطي ديجيتالز من قبل ما الايفنت يطلع. فكرنا برضو في اللونشنج ان هو لازم يكون حاجه لطيفه وحاجه يعني فعلا تبقى بريزنتبل، لان كل ده في الاخر هيدي انديكيشن بتاع احنا ازاي فعلا تعبنا عليه وازاي عملنا له الماركتنج اللي هو مناسب ليه. الانسبايرد اللي عندنا اللي هو باي ذا وورد، ابتدينا نتحول بقى نطلع بره فكره ان احنا نبقى موجودين في الحاجات اللي هي البسيطه، البيلدينجز اللي هي العاديه. عملنا نيو زايد، هو اللونشنج بتاعه كان قبل ملجا، اسمه سيسيلي، ده اخد الطابع المودرن وسميناه سيسيلي. ملجا اخد الطابع الاسبانيش فعشان كده سميناه ملجا، دي مدينه في اسبانيا. وعندنا لونشنج لحاجات تانية برضو، كل حاجه هتبقى اخد الطابع، بحيث ان انت كانك سافرتي.